كان شلون صار العراق يعني؟ شنو يصير له هذا الشخص ما كان موجود؟ كان كهرباء العراق صارت حالة حال دول الخليج، كان عندنا مصانع بتروكيميائية وآلاف الوظائف، إنشاء ميناء الفاو 350 رصيف ومطار للطائرات ومدينة تحتوي على 100,000 وحدة سكنية، إنشاء 30 مستشفى حديثة وتنفيذ خطوط سكك الحديد اللي تربط جميع المحافظات بقطار فائق السرعة، وبناء مدن سياحية بالأهوار وجذب السياح الأجانب، وبناء أحدث الجامعات و25 ألف مدرسة حديثة. كل هذا الحكيته هي الاتفاقية الصينية اللي دق ولطم عليها البشير شو حتى ما تصير. وبحجة الصين راح تبوقنا، الكويت قبل يومين انطت 450 مليار دولار للصين باتفاقية، وانتو ظلوا تحبون واحد يحشش عليكم يحكي له كلمتين وصدقوه، اذا كنت غلطان فجل من لا يخطئ، واذا كان كلامي صحيح فاهنيك يا احمد البشير، قدرت تضحك على 40 مليون عراقي، وهذا ان دل على شيء يدل على انك انسان ذكي. وانت اخبر لان دقيت بيه وانت تدري انا وقفت كل هذني، تخيل شنو ممكن اسوي بيك لعد. بابا اثنين نية موصلين من المغرب، احمد البشير بالبشير شو ومحمد هنيدي فلسطين العظيم. مين كل هذني انا سويتين زوس انا؟ صح عن البعض بس مو لهالدرجة. بعدنا ما نازلت هيك سبيشلات، شوي شوي حبي انتظر.